حابة أتوقف عند خبر قريته إنه في 6 دول قررت إنها عدم مشاركتها في بطولة العالم للسكواش التي ستقام في مصر في يوم 12 ديسمبر الحالي. أمريكا، كندا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا وفنلندا، يعني الكبار في لعبة الاسكواش، قرروا مقاطعة بطولة العالم للاسكواش المقامة في مصر يوم 12 ديسمبر الحالي. ليه بقى؟ المسؤولون عن هذه اللعبة في هذه البلدان الستة بيقولوا انهم خايفين على لاعبتهم وعلى نجومهم من انهم يجوا مصر لانها زي ما قالوا غير آمنة. ده الخبر اللي انا قريته. طبعا سهل جدا ان انا نقعد بقى يعني ايه نكلم نفسنا كتير، او بمعنى ادق نغني على نفسنا، ما احنا ده اللي احنا بنعرف قوي نكلم نفسنا وبنعرف نغني على نفسنا ونعرف نعمل سيناريوهات كتير من نظرية المؤامرة، سيناريوهات لا حصر لها، لكن ما بنفكرش في الحل ايه. احنا عندنا اهم حاجة واحنا بنتعامل مع اي مشكلة حلين، يا اما الصمت التام يا اما الانكار، مع انه اول الطريق لحل اي مشكلة هو ان احنا نعترف ان في مشكلة، نعترف ان في ازمة. انا هنا لا يعنيني انه يجي رئيس الاتحاد بتاع اللعبة ويقول احنا هنعمل البطولة دي حتى لو كل الناس انسحبت، البطولة هتقام يعني هتقام، لا يعنيني ذلك، مش ده الحل، مش ده حل الأزمة. أنا عندي أزمة، الأزمة بتقول إنه في بطولة عالمية، كبار هذه البطولة وكبار هذه اللعبة بيقولوا إحنا مش جايين مصر بحجة إن مصر مش آمنة، بما لذلك من بقى تداعيات سياسية وتداعيات دبلوماسية وتداعيات اقتصادية وتداعيات سياحية. لازم نعترف إن في أزمة، هناك أزمة، ولازم يبقى في عملية تغيير جذري في أفكارنا. وأول حاجة في تغييرنا الجذري لأفكارنا إن إحنا نعترف إن في أزمة، وإن إحنا نفكر إزاي هنتعامل مع هذه الأزمة، مش بطريقة نظريات المؤامرة ولا التطبيل ولا بقى الغنى على نفسنا ولا نكلم نفسنا. أنا هنا متفقة وبشدة مع مقال رائع كتبه النهاردة في المصري اليوم الكاتب الصحفي الكبير ورئيس تحرير مجلة 7 أيام دكتور ياسر أيوب، لما اتكلم عن الخبر ده وقال نقطتين مهمين جدا. أولا، وزارة الخارجية بتاعتنا وسفارتنا في الخارج محتاجة أنها تعدل اهتماماتها وتعدل أولوياتها وتعرف إزاي تتعامل مع قضايانا المصرية ومع أزماتنا المتعلقة بالخارج. ده رقم واحد، ومتفقة جدا وبشدة معاه وهو بيقول وبيدعو لضرورة إعدام كيان مريض يسمى هيئة الاستعلامات. سكت الكلام. زمايلي بيقولوا لي جابوا لنا على التليفون استاذ عاصم خليفه رئيس اتحاد الاسكواش. استاذ عاصم، اهلا وسهلا بحضرتك معانا في البيت بيتك. هل صحيح انه حضرتك قلت ان احنا هنعمل هذه البطوله حتى لو انسحب كل هؤلاء الكبار اللي هم امريكا وكندا والمانيا وفرنسا وانجلترا وفنلندا؟ لا، انا قلت الاتحاد الدولي بعت لنا قال ان البطوله في ميعادها حتى بعد الناس دول ما انسحبوا، يعني الدول دي الاتحاد الدولي. ايوه، طيب ماذا بعد؟ يعني كيف ستقام بطوله عالميه كبرى للسكواش مع انسحاب كبار اللعبه؟ كيف ستكون هذه البطوله؟ وكيف سيتم نقل اخبارها لكل انحاء العالم؟ وكل خبر هيبقى في كل حتة متصدر انه انسحب منها كذا وكذا وكذا وكذا، بطولة العالم للسكواش اللي بتقام في مصر انسحب منها كذا وكذا وكذا، خوفا على حياة لاعبيهم ونجومهم زي ما هم ذكروا. انا بشوف ان موضوع الامن ده موضوع يعني شماعة، هو مش موجود. هو اللي موجود فعلا ان في خلافات نشأت بين اتحاد اللاعبين المحترفين والاتحاد الدولي للسكواش. خلافات بين مرة تانية بس خلافات بين الاتحاد الدولي للاعبين، بين يعني في البي اس اي اللي هي البروفيشنال سكواش اسوسيشن. ايوه،
واخد بالك، والدبليو اس اف اللي هو الاتحاد الدولي للعبه. ايوه طيب، الخلاف ده انعكس على اللاعبين وعلى الدول اللي هي كانت معترضه على اداء الاتحاد الدولي في ملف دخول الاسكواش الى الاولمبياد. وهذا انعكس على البطوله وعلى انشطه الاتحاد الدولي، وده اللي مخلي الاتحاد الدولي يتمسك باقامه البطوله في ميعادها، والدول دي هي اللي كانت معارضه اثناء الجمعيه العموميه اللي كانت من 6 اسابيع اللي هي تم اسناد فيها البطوله الى مصر بعد ما كانت البطوله في الكويت، والكويت اصابها المقاطعه الرياضيه اثر التدخل الحكومي في اللجنه من اللجنه الاولمبيه. طيب حضرتك دلوقتي هتعملوا ايه بشأن ما اعلنوه هؤلاء الدول الستة انهم يخافوا على حياة لاعبيهم ونجومهم وانهم مش عايزين يودوهم مصر؟ هل هيبقى في دور لحضراتكم كيعني مسؤولين طبعا في لعبة الاسكواش انكم توصلوا حقيقة ما حدث، انه اللي هم بيقولوه دي مجرد حجة ودور مش جوه مصر، مش في وسائل الاعلام المصرية، يعني مش انا هطلع اقول كده فبره في امريكا هيشوفوني، ولا زمايلي في اي برنامج من البرامج هيطلعوا يقولوا اتفضل حضرتك اتفضل. الدور ده ابتدى من بعد ما جينا من الجمعيه العموميه، احنا تواصلنا مع معالي وزير الشباب والرياضه، وهو اخد لنا مواعيد مع معالي وزير الداخليه ووزير الداخليه، احنا قعدنا مع مساعد الحراسات الخاصه والجوازات والتامين وكل المساعدين لوزير الداخليه، وعملنا خطه امنيه قوية جدا، واستأجرنا شركة أمن علشان نأمن الوفود من ساعة نزولهم من الطائرة حتى وصولهم إلى الأوتيل أو الفندق، ومن الفندق للنادي. وإحنا مختارين يعني بصراحة النادي الأهلي والأوتيل أوتيل الماريوت، يعني الاتنين جنب بعض بطريقة يعني 400-500 متر بالعربية، وهو البطوله كلها هتكون في جزيره الزمالك، وانت عارفه جزيره الزمالك كلها سفارات ومتامنه ازاي، الى جانب التامين اللي اتاحه لنا معالي وزير الداخليه. طب ده ناحيه التامين بره مصر، يعني الاعلام بره مصر هيوصل له، الراي العام بره مصر هيوصل له الكلام ده ازاي؟ هيوصل له الحقيقه؟ هل الاتحاد الدولي هيقول حقيقة الخلاف الذي حدث؟ لأنه هيفضل إحنا خلاص تمام، أنا يعني مجهود يشكر من حضرتك وتمام، وهتأمنوا البطولة كويس جدا وزي الفل، بس المعلومات الخاطئة اللي صرح بيها مسؤولو اللعبة في الخارج في 6 دول كبار في لعبة الاسكواش، هنصلح الكلام ونرد على الكلام بتاعهم إزاي؟ هو حضرتك، أنا دلوقتي معايا دعيت اكبر 3 صحفيين للسكواش في السكواش سايت والسكواش ماجازين، ودعوتهم انهم هيجوا وهيصوروا وهيكتبوا وهيشوفوا اللي هم قالوه، وهم من دلوقتي يعني مبهورين بالدعوه، وان شاء الله جايين في خلال 48 ساعه وعندهم السايت بتاع السكواش، وهيحاولوا انهم يعملوا اللي هم هيشوفوه، هما مش هيجملوا حاجه يعني. هو ده اللي انا من جانبي انا كاتحاد سكواش اقدر اعمله، انما احنا اصلا تواصلنا مع وزير السياحه، وزير السياحه برضو حضر المؤتمر الصحفي وعنده برامج وعنده من الادوات ان هو يقدر هيساعدنا ان شاء الله في ان هو نبعت رسائل على المواقع الالكترونيه وما والجرايد يعني اللي يقدر هو يتواصل معاها طبقا لخطه السياحه، علشان نقدر ان احنا نزيل هذه المأساة من وجهه نظري اللي هو حطونا فيها الدول اللي هي معترضه على الاتحاد الدولي وعلى ادائه في موضوع لا يخصنا على الاطلاق.
طيب احنا يعني بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عاصم خليفه المسؤول عن بطوله او البطوله القادمه للسكواش ورئيس اتحاد السكواش المصري. اتمنى انه يعني المسؤولين او من يهمه الامر من المسؤولين انهم يعني لازم كلنا نتكاتف، يعني ما ينفعش ان احنا نترك صوره مصر في الخارج بطريقه غير حقيقيه زي ما حضراتكم سمعتوا معانا. السبب الحقيقي انه هذه الدول الستة الكبار مش جايين البطولة لأسباب تتعلق بخلافات داخلية داخل الاتحاد الدولي للسكواش، وهم اتحججوا بانهم خايفين على لعبتهم انهم يجوا مصر علشان زي ما اتحججوا ان مصر غير آمنة. اتمنى من وزارة الخارجية، أتمنى من وزارة الخارجية، أتمنى من سفاراتنا في الخارج إنها تنتبه لهذا الأمر، أتمنى يعني ذلك بشدة. ما ينفعش يا جماعة كل ما تحصل أزمة تتعلق بصورتنا في الخارج يعني نقعد نكلم نفسنا هنا في الداخل ونغني على بعض، لازم يكون في اعتراف بالأزمة ويبقى في طرق مش تقليدية لحل هذه المشاكل. ما ينفعش يعني أنا دلوقتي يعني ما بكلم الجمهور المصري وأقول له الكلام ده، إحنا هنستفاد إيه؟ احنا مش هنستفاد حاجة، احنا محتاجين نخاطب الرأي العام العالمي ونوضح الحقائق، يبقى في حملة لتوضيح الحقائق على الأرض.